الجبهة الشعبية الصامدة عنوان مبادرة جديدة يتبناها الأفلان. 16 حزباً سياسياً في ضيافة جبهة التحرير الوطني، إجماع بين الحضور على دعم الرئيس بوتفليقة للاستمرارية. المبادرة يطرحها ولد عباس على أنها استجابة لدعوة الرئيس بوتفليقة. وضع الأسس واللبنات الأولى للجبهة الشعبية الصامدة التي دعا إلى بنائها فخامة رئيس الجمهورية المجاهد والمناضل عبد العزيز بوتفليقة. مسعى إطاره الجبهة الشعبية القوية، ومسعى مضمونه التحديات الثلاث اللي تكلم عليها السيد الرئيس في رسالته، وهي الحفاظ، تحدي الحفاظ على سيادة الاستقلال، على سيادة القرار والحفاظ على الاستقلال الوطني، وتحدي تعميق الممارسة الديمقراطية وترقية الحس المدني، والتحدي الثالث المتعلق بتنويع اقتصادنا والتقليل من تبعيته للمحروقات. اللافت في هذا اللقاء غياب الأرندي وتاج ممن لهم التوجه نفسه. البعض يتحدث عن وجود خلاف بين الأفلان والأرندي حول من يترأس هذه المبادرة، وعن ذلك يرد ولد عباس: ما في أي خلاف ما بين حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، بالعكس اليوم نكررها مرة أخرى، الأرندي 100% مع الجبهة الشعبية الصلبة اللي نادى فيها السيد رئيس الجمهورية السيد أحمد حيارة في الصين، اليوم مشى للصين وكي جاء من الصين نتلاقاو، تاج كذلك تكلمنا في الهاتف، ما في أي خلاف بالعكس. تنافس في طرح المبادرات السياسية يطبع ساحة الوطنية ويدفع لتساؤل حول مصير هذه المبادرات مستقبلاً.